النشيد الوطني. والتواصل وكذا مدير إصدار الشباب قرية رشيد الذين لم يبخلوا علينا بمجهوداتهم لإنجاح هذا الحفل، كما تقدم كذلك بالشكر لكل موظفي وعضو قطاع قرية رشيد لسهرهم لخدمة مصالح رعاية صاحب الجلالة بالمنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم كتشهد منطقة مولاي رشيد وبالضبط دار الشباب مولاي رشيد واحد الحفل استثنائي، حفل مميز اللي هو حفل صاحبة السمو الأميرة لالة خديجة اللي كتعيش عيد الميلاد ديالها 15. متمنيات ديالنا لها بطول العمر وبالصحة والعافية
وحنا فرحانين بزاف وكنشكروا مع القصر الملكي هذه الفرحه والشعب المغربي كله فرحان. والحمد لله داز الحفل واحد الجو فمرح والساكنه الحي كانت فرحانه بزاف. الحمد لله ونشكروا على هذا الحفل هذا وحنا فرحانين بزاف. وان شاء الله حنا كجمعيه الاخلاص ناوي ان شاء الله نشتغلوا فيما هو ثقافي واجتماعي ونكونوا الدعم للمؤسسات الاداريه اللي كتشتغل في المنطقه بحال مثلا جامعه مولاي رشيد على رئيسها السيد جبيل وكذلك عامل عماله منطقه مولاي رشيد. وان شاء الله ان شاء الله نشتغلوا الجميع والله ولي التوفيق وشكرا. عبد الهادي التواتي جلاب عضو مجلس مقاطعه مولاي رشيد. كان لي الشرف اليوم نحضر في اليوم ديال الاحتفال بعيد ميلاد الاميره خديجه بتنظيم ديال جمعيه الاخلاص للتنميه الاجتماعيه برئاسه الاخ سعيد فاضل. صراحه اللقاء كان واحد الاتقان كبير، الفقرات الفنيه، الحضور كان حضور في المستوى، كان حضور ديال رئيس مقاطعه مولاي رشيد، كان مندوبين ديال وزاره الشباب ومستشارين بعض المستشارين ديال مقاطعه مولاي رشيد. صراحه جاء الوقت باش نرجعوا للمنطقه ديال قرنازيل او حي الرجاء او منطقه السدري او بصفه عامه منطقه مولاي رشيد، جاء الوقت باش يرجعوا لها ترجع لها الروح بهذه الانشطه. كان حضور ديال الاطفال احتفالا بهذا اليوم. كنكرر الشكر لهذه الجمعيه ديال الاخلاص والتنميه الاجتماعيه. واصلوا العمل ديالكم تبارك الله، راه كنشوف المستوى ونحن معكم في الدعم وجميع الجمعيات النشطه اللي الهدف ديالها هي العمل ولا شيء الا العمل. وشكرا. السلام عليكم، تحيه تربويه جمعويه من جمعيه شباب جوهره للتنميه الاجتماعيه. لنا الشرف اننا كنا حاضرين بهذه المناسبه السعيده. كنهنئوا صاحب الجلاله الابنه ديالو لنا خديجه بعيد الميلاد ديالها للذكرى ديالها، ولنا الشرف اننا نحضروا لهذا العيد الميلاد ديالها ان شاء الله. وشكرا بزاف للحضور الكريم وتحيه لكل مغاربه من طنجه حتى للقويره. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبغيو بدورنا نشكروا جمعيه الاخلاص للتنميه والاعمال الاجتماعيه على هذا اليوم اللي احتفلوا بذكرى مولد الاميره الجليله لاله خديجه. وكنشكرهم بصراحه لان هذا اليوم كان يوم اللي جمع مجموعه من المكونات سواء السياسيه والمكونات ديال المجتمع المدني، وكانت امسيه اللي عرفت واحد المجموعه من المواقف صراحه اللي كنحيوها وكنتمناو لها ان شاء الله مزيد من التوفيق ومزيد من العطاء، لانهم كان المكسب تيضم واحد المجموعه من الطاقات شابه اللي باغا تساهم بواحد الشكل كبير في تنميه المقاطعه ديال مولاي رشيد. فاحنا بدورنا كمكتب المقاطعه كنا فاتحين اليد ديالنا وراه الاشاره ديالهم في اي نشاط بغاو يقوموا به في هذا المجال هذا. وشكرا.